رح تهديكي هلا. شكرا لك. هلا رح ناخذك على العمليات. هلا هدي حالك لو سمحتي. أوز أنا هون. رح ياخذوني، أنا مرعوبة. لا تخافي حبيبتي، ما رح تحسي بشي. لو كان أبي وأمي هون. أنا خبرتهم رح يجوا. ما بدي فوت قبل ما أشوفهم. دخيلك. ما بيصير، الدكتور عم بيستنى. وإذا ما إجوا؟ رح يجوا، رح يجوا. يلا صار الوقت، لازم ننزل. أوز لا تخافي، كل شي تمام إن شاء الله، ما في شي بيخوف. رئيس، يا رئيس تفضل. في مجال فوت واحكي معه؟ تفضل تفضل. تفضل عون. كأنه عندك شي مشكلة. اي والله وكبيري. يعني إذا بتحب تحكي لي تفضل. إجاني تليفون من شوي، بنتك اللي حكتني ليلى. للأسف تعباني شوي، واخدوها على المشفى لتتعالج. ليش؟ شو اللي صاير معها؟ رح يشيلوا لها المرارة، دكاترة مشخصين إنه فيها التهاب صعب العلاج. هي رح تعمل عملية بس خايفة كتير. المسكينة معنوياتها بالأرض. للأسف ما في حدا منكن معها، يعني بدها إياكن تكونوا جنبها. هي اختارت الشخص اللي رح تبقى جنبه. كانت عارفاني إنه ما بقى رح تشوفنا، وأخذت قرار على الأساس. يعني أنت ما رح تروح؟ لا، ما حبيتها منك. لا تعمل هيك بنتك، ما حدا بيعرف شو المكتوب. لو سمحت لا تتدخل بهالموضوع. فكر شوي يا رئيس، هاي بتضل بنتك. شو ما صار من لحمك ودمك. أنا بعرف إن أكتر شي متضايقة لأن زعلتك، كمان أنت عم تتعذب مثله وأكتر. أنا بعرفها. خود، أنا مسجل لك على هالورقة اسم المشفى والعنوان، حتى رقم الغرفة والقسم، حتى ما تدور. يلا قوم روح، يمكن بنتك تروح بالعملية. كرمال يقوم يا ريس مشان ما تندم بعدين.
يعطيك العافية لأنك خبرتنا. يسلموا إيديكي. ألف صحة وهنا. يسلموا. ماما جننتيني، يلا أحكي بقى، ما حدا رح يسمعنا، لا تقلقي. أبوكي ما بيعرف إني جاي لهون. من لما حكيتي بالتليفون على السكاتي فهمت. شو صاير؟ الشغل ما مشي مثل ما كان بده أخوكي، تقريباً رح يوقف الشغل بالبناية. بعرف، حكت لي فكرة. وأبوكي كان مضطر يعطيه مصاري البيت لحتى يمشي حاله، شو يعمل؟ يترك الصبي لحاله؟ لو أبوكي ما ساعده كان كل اللي صرفهم لهلأ راحوا على الفاضي. إيش عادي أمي، يعني أكيد رح يساعد ابنه. ونحن صار لازم نستأجر برا، ما عاد في مجال. كل مشكلتنا رح تنحل لما بيخلص أخوك البناية، يعني وقتها بس يبيع شقة أكيد رح نرتاح. بس كل اللي بالبيت يدوب يكفوا مصروفنا، حتى شغلة الأجار ما لها سهلة. تعي نلاقي بيت رخيص وندفع لقدام، وبعدها في تزبيط البيت ومصاريف النقل كمان، يعني شغلة مكركبة كتير. الظاهر مكتوب علينا الشقة لهالسبب. شو عم قول لحالي، يا ريت تساعدي لأبوكي وتديني شوية مصاري بدون ما يحس إني قلتلك. كيف بدي قلك؟ ما بعرف، بس أبوكي وضعه صعب هاليومين وما عم يعرف شو بده يعمل. لمين بدنا نحكي ومن مين بدنا نطلب؟ أختك فكرة وضع معروف، بس الحمد لله أنت ما تدري يا بنتي، ما بتعرفي قديش متضايقين. تعرفي لو مالي مضطرة بحياتي ما كنت طلبت منك. ماما والله بعرف، بس أنا وضعي مو تمام، أنا وجميل مو كل هالقد. شو لساتكم متزعلين؟ لا بس مو كتير مناح كمان. لما قلت له رح أتركه ما حكى ولا كلمة، يعني رضيان. هو عرف شو بقصد بس ما اهتم ولا لمح لأي شيء. أنتي بتعرفي حالتنا منيح وعملتي زينة العقل برجعتك. أنتي هيك رأيك؟ يعني طالما الحالة هيك بيناتنا أنا ما فيني أطلب منه مصاري. إيه فهمت. وحتى إذا ما بدي أقله، اللي معي يا دوب يكفوني، يعني ما عندي رصيد بالبنك، معي مصروفي مو أكتر. ماشي ماشي حبيبتي، لا تتضايقي. ماما كرمال الله، لو معي معقول ما أعطيكم؟ أكيد بنتي، بعرف لو في معك رح تعطيني. لا تواخذيني. أنت اللي لا تواخذيني، حاسة كأني أزعجتك بهالطلب. شو هالحكي أمي؟ خلص مو مشكلة، انسي. طالما شفتك بخير أنا صار لازم روح على البيت. خليكي قاعدة شوي، أبوكي بيقلق، أنا قلتلك جاي بالسر. ليكي قهوتك ما شربتيها. أمي لا تخليني أزعل منك. عندي شغل بالبيت والله، بعدين ما بدي أعلق بعجقة السير. زعلتي مني ما؟ لا ما في شي بيستاهل، كل واحد بيعرف قدرته بنتي. خليني روح، أكيد عندك جامعة بلا ما تتأخري. Thank you.
لا تاخذي على خاطرك مني امي. لا عادي عادي، يلا تعي خليني بوسك. لا دقيقه استني. لوين؟ خليكي لحظه وبيجي. نجلة جاية. خدي هدول. شو هدول؟ خديهم بيلزموكي. لا يا بنتي مو لهالدرجة، حطيهم بجيبتك يلا، هذا بضل مصروفك. خديهم لو سمحتي. أنا ما أجيت لهون لحتى ضايقك بنتي. لا تضايقيني. إيه صار لازم ودعك. الله يهدي بالك. ألو، أنا بدي أسأل عن وضع المريضة ليلى تكين لو سمحتي. حولوني لعندك. طيب ماشي. طلعت من العملية؟ وكيف وضعها؟ طيب تسلمي، يعطيك العافية. شكرا شكرا. أمي لهلأ لساتها مخدرة. كأنه عم تتوجع. هي حالة عادية بتضل هيك لتفيق. الحمد لله على سلامتك. أمي أمي ليلى حياتي ردي علي. خلصنا خلصنا. شوكات والله حاسس جبل وانزاح عني. ما رح ينزاح عني قبل ما ادفع مصاري العمال. ايه مو رايحين مع بعض ندفع لهم؟ بكره بس نروح لندفع سند البيتون، فينا نبلش باساسات الطابق الثاني دغري. شو رايك هلا نروح عند الشنب صحن كباب؟ لا يا، خلينا بالاول نروح نعطي العالم مصاريهم، بعدين بنفكر بالاكل. بس اذا رحنا على المشروع هلا ما عاد نفضى. ناكل ها بعدين بنحلها. يلا طيب يلا بس على السريع. يلا خلاص على الركاب. ايه ما خبرنا سهى. رح نخبرها حبيبي. لشو العجلة؟ شو علي؟ نهى شايف هال15 يوم ما عاد يمرقوا. حبيبي بكره ما بتشوفهم الا مرقوا. ايه ولا. ها خيري يا خانو. وقف وقف خلينا ناخدها معنا. مرحبا. مرحبا. وانا عم اقول مين هذا اللي عم بيزمر. شوفي على هالصدفة. كتير منيح لأني كنت تعبانة. كيف صحتك؟ منيحة وأنت كيفك؟ نحن كتير مناح كتير. حجزنا مشان يوم العرس. نحن بعد أسبوعين رح نتجوز. يلا ألف مبروك. شوفي وين كنتي رايحة؟ ما قلت رح أروح معك لناخد القماش. ماشي رح نقول هيك للسيد علي رضا بيك. بس عن جد لوين رحتي؟ بعدين بالليك.
خير إن شاء الله. ولا شي روحي، شغلة بيناتنا. ها ها، فهمت عليكي. بصراحة ما فهمت شي، بس يلا. شوفي صاير معكم شي؟ نحكي بعدين، ما في شي. لهلأ كل شي طبيعي وسليم. إذا ما استجد شي سلبي للمساء رح نخرجك على البيت. هيك على السريع؟ احتياط لأي طارئ، رح نخليها عنا هالكم ساعة. رح نعملها فحوص أخيرة وبعدين نخرجها، وبعد فترة أكيد رح تراجعونا مشان تغيير الضماد. شفتي ليلى، ما قلت لك إنه ما في شي بخوف؟ شكراً كتير. العفو بنتي. شكراً كتير دكتور، عزبناك معنا. مع فاي. شلون وضعك هلأ؟ راسي تقلان كتير، لساتني نحسانة. روحي خلص نامي وارتاحي. ما اجوا اهلي، مع انه سمعوا اني بدي فوت على العملية، مع هيك ما اجوا ولا حتى اتصلوا. هن طالعوني من حياتهم، حتى اذا متت ما بيهمهم. لا تفكري بهذا الموضوع هلا، يلا حياتي يلا نامي. معناها ما عاد في اي طريق بيناتنا، هن نسيوني مو هيك؟ من هلا ورايح ما بقى لي حدا بالدنيا. شو هالحكي هاد؟ وانا وين رحت؟ ما في شي بيغني عن العيلة أوس، كل واحد إله مطرحه. مستحيل اقدر انساه. وينك لهلا قمر تخيه؟ تعي تعي شش، تعي تعي تعي، بلا ما تشلحي هلا، فوتي يلا فوتي. تفضلي. خير ان شاء الله. لا تخافي ما في شيء، لا تخافي مرت خيه. تفضلي قعدي هون، بدي اقول لك شغله من دون ما يعرف الرئيس. لا تخوفني سيد مجيد، شو عم بيصير؟ دخيل الله قلي. بالاول لازم تعرفي انه ما في شيء كتير خطير. ليلى مرضاني شوي. شو صاير معه؟ عملت عملية وشالولها المرارة. اتصلت مع أوس، طلعت من العملية وهي هلق منيحة. ما كان فيها شي، منين طلعت لها القصة؟ شو بيعرفني؟ اتصل أوس الصبح، كانت عم تتوجع بالليل، قام أسعفها على السريع على المشفى. الصبح بكير فاتت على العملية، كانت عم تبكي كتير، كانت بدها إياك جنبها. يا قلبي. خبرت الرئيس وقلت له يروح، ولا كأني حكيت شيء. صريت عليه بس حسيته رح يزعل مني، فسكت من خوفي. اسمعي، لا تخلي يعرف اني قلت لي مشان ما يزعل، بس لازم قلي. ليلى منيحة هلا؟ قلي الحقيقة. منيحة يا مرت خيي، لا تخافي. دخيلك يا الله، دخيلك. البنت لحالها هلا وما فيني روح، رح يعرف من تسكيرة الباب بيكون عرف انك جيتي. يلا اطلعي، لا تقلي له اني حكيت لي. ماشي. يا بنتي
شو رح أعمل هلا؟ يا ربي دخيلك. أنا أجيت. أهلا وسهلا. شو إن شاء الله توفقتوا بشغلتكم؟ إيه رحنا أخذنا القماش وخلصنا. منيح. شو صار؟ كنت رح تروح تشوف البيت؟ ما فيني روح اليوم، حاسس حالي تعبان، بروح بكرة. على راحتك، رح أقوم غير ثيابي. ألو؟ ألو؟ رجاء أعطيني ليلى، أنا أمه. مين؟ أمك. عديم الشرف. ألو أمي؟ بنتي، شو صار لك حبيبتي؟ أمي؟ هلأ قدريت أنت منيحة؟ ألو؟ ألو؟ أنا منيحة أمي. كيف صار هيك فجأة؟ ما بعرف بس هيك صار. كيفك هلأ؟ عم بتحسي بوجعشي؟ لا مو كتير، كل شوي عم يعطوني مسكن، ما عم حس بشي. آه يا روحي أنت. شو يا عمري؟ لا تبكي، لا تبكي ولا تزعليني. كل مين عم بيغني عليلا؟ أمي محروق قلبها على بنتها المرمية بالمشفى واللي خلتها تتحدى كل شيء وتركض لعندها، والسيد نجيب عيونه طايرة بكل محل عم يدور على المرة اللي دقلها قلبه، وفجأة طلع له اللي ما كان متوقعه وخربط له دنيته. ألو بابا؟ أي نعم. شو صاير؟ شو بده يصير يعني؟ شو بده يصير؟ أنا انتهيت. الظاهر مالي قيمة هلأ، لا عند أمك ولا حتى عندكم. شو صاير معك؟ من مين معصب؟ ما حدا منكم معبرني، وما عم تمشي كلمتي على حدا، كل واحد راكب رأسه وماشي. لا وعم تتجاهل وجودي أصلا، وعم تعاملوني كأني مو موجود، يعني حكي على الفاضي. لك ما حدا منكم قايمني من أرضي. الله يوفقك، اهدى واحكي لي. ما في شيء حكى. قلت لها لأمك لا تروحي، لا تعمليها، ما ردت علي وراحت ركض لعندها. راحت لعند نجلة؟ راحت لعندها، لعند ليلى. مع إني قايل لها حتى اسمها ما بدي اسمعه بهالبيت. فكرت كرمال الله لا تضوج مشان صحتك بابا. لك بكفي، وصلت معي لهون، مليت منكم ومن تصرفاتكم وكأني ولد صغير قدامكم. فكرت ماشي الحال، وأنا كمان رح أعمل مثل ما قلت. خليهم لشوف يعرفوا شو معنات اللعب من وراي. بس يا خلاص ما عاد أقدر أتحمل، كل شيء له حدود بهالدنيا. شو بكون؟ فكرت بابا مضطر أسكر، رح أتصل بعد شوي. ماشي خمس دقايق. لا تتصلي، أنا طالع. لوين؟ طالع على الهفا. لك وينك؟ شو متي؟ أنا جاية. لا تروح لمحل، رح اتصل بعد شوي مشان الله تهدى. كرمالي بابا.
عم تتركيني لحالي وتروحي مشان أمرض وموت؟ مو أنتي قلتي بدك تحممي لحالك؟ لقيتي حجة يعني؟ الشغلة بالعقل، ما رمتلي بجوز تزحط رجلة وتوقع وبجوز يكون لازم أشي شغلة، ما في فهم. لا وفوق طولة لسان، الله لا يوقع حدا بين إيديك منوب يا كنتي. أي أي عادي عادي لنشوف لك شعرك. ايه إلا كان بدك تنشفيهم، شو عم تتكرمي علي؟ تحسين؟ أنا أجيت. غريب ليش إجا بهالوقت؟ هيك إجا على باله ولا بده إذن يا مو؟ شو في تحسين؟ إجوا أمه وأبوه لتركان زيارة من الله. يا ميت أهلا وسهلا. حمام لهنا. تسلم. تع تع عود حكي لي قديش صرلن جايين لهون؟ مبارح، وبدهم يمروا لهون مشان يشوفوا الولاد قبل ما يروحوا على بودروم. أميت أهلا وسهلا، هنن البيانين من ريحة بنتهم. الله يصبرن وياخد بيدهم راحة بنتهم بعز شبابها وصباها. لو سمحتي أمي، هلا بس يجوا الولاد من المدرسة باخدهم يشوفوهم. ليش هنن ما بدهم يجوا لهون؟ ما بدهم يجوا بسببها مو؟ شو هالحكي أمي؟ شو دخلها؟ إيه وأنا كيف بدي أقدر روح لعندهم؟ ما فيني روح وأنا بهالحالة لك ابني، وما بصير يجوا ما أشوفهم. إذا بدك تحسين قلن يجوا لهون، وأنا ما بشوفهم وما بطلع من غرفتي. ها شفت؟ استنوا شوي هلأ بحكيهم، رح أقوم غسل إيدي. انتبه الأرض مبلولة. يلا لنشف لك شعرك. استعجلي رح تموتيني من البرد. اخ يا بيت حمالة ابني تحسين، اخ اخ قديش كن ناس طيبين ومحترمين واكابر، مالن مثل غيرن بيعملوا حركات وبيتحايلوا ومفكرين حالن ولاد عيلة. بسيطة مرت خيي، خمس دقائق ومن وصي. أنا مو قصدي بنو بحكي على الزلمة من ورا، بس عملة الرئيس مو مقبولة. أنا أم يا سيد مجيد، ليش فيني أتبرى من أولادي؟ لا وعاملة عملية، كيف ما روح لعندها؟ إيه مزبوط البنت زعلته، بس والله ما له حق. إذا هو هلق ما سامحها، أي مت بدو سامحها؟ والله ما بعرف، أنا هلأ محتارة بيناتهم الاثنين وعم بتعذب منها ومنه. هلق شوكت ليش طلق مرته؟ لا تسأل، كانت قصة لحالها. الحمد لله اللي خلصنا منها. منها هي؟ دمرت لي ابني، عملت اللي ما انعمل لشوكت وقلنا كمان، وبسببها وصلنا لهالمواصيل. ليش؟ شو عملة؟ عمايل ما بتتصدق، قيمنا من هالسيرة كرمال الله. احكي لي مرت خيي، والله شو وقتيني أعرف. دخيلك لا، حتى اسم هالمرة ما بحب جيبه على لساني، وبس تنفتح سيرتها بيوقف كل شعر بدني. والله غريبة، شو هالمخلوقة هاي؟ مصيبة مصيبة. بسيطة، الله يخليك سكر على الموضوع. حاسة روحي برأس مناخيري. في شي مشكلة فكرات؟ لا، عم بتصل بالبيت بس ما في حدا.
ما في مرة فتت وما شفت التليفون على إدنا. تركي بقى لا تضلي شاغلتي. أخ بدي أتصل ببيت حمالة ابني وهنيهم برجعتهم. ها؟ لحسين شو كان رقم تليفونهم؟ نقلني يا لشوف. خالو بدك تعمل له وش دهان على كيف كيف إذا بتريد. وكمان السقف بدي تدهنه منيح. تكرم يا معلم على راسي. ها؟ أخذت القياسات؟ أخذتها. وهلا رح أرسم لكم كم موديل. ورح أعمل اللي بتلاقوه مناسب. بس نحنا ما عنا وقت كتير، إذا ما بتلحق منشتري جاهز. لا يا معلمي منلحق. عفوا. تعال معي لشوف احكي لي شو بدك تعمل. تفضل قدام. ايه تفضل تفضل. الو. مرحبا خالي نهى. اهلين حبيبتي فكرت كيفك؟ منيحة. بتعرفي شي عن امي وابي؟ لا، ليش هن مو بالبيت؟ انا من شوي حكيت مع ابي والظاهر انهم متخانقين. خير ان شاء الله، شو صاير؟ والله ما عرفت، بس الظاهر بابا عرف انه امي شافت ليلى. ايوه كان مزعوج كتير، كان عم يصرخ ويعيط ويقول بدي اطلع من البيت. وبعدها سكرت الخط، رجعت دقيت ما لقيتهم. عم اقول بلكي عندك شي خبر عنهم. لا والله ما بعرف شي عنهم. يا ربي دخيلك، والله وانا انشغل بالي عليهم كمان. لا تاخذيني خالي نهى، زعجتك بس، شو اعمل؟ ما في حدا تاني اساله. شو هالحكي ولك فكرات؟ هون هلا في عندي معلمين، بس يخلصوا شغلهم وبروح بشوفهم دغري. واذا عرفت شي بتصل فيكي فورا. كان أبي طالع خلقه كتير هالمرة، مشغول بالي ليكون صاير له شي. إن شاء الله ما في شي بنتي، صبري، ما في إلا الخير. فكرت أنت طولي بالك شوي. تسلمي، لا تطولي علي. مع السلامة روحي. نهى حبيبتي، خلصتي التليفون؟ إيه. تعالي شوفي هاي الغرفة مشان تقولي له شو اللي بدك ياه. يلا امشي. قديش رقم الغرفة؟ 330. هديك هي الغرفة. علي العافية. شكراً لك. أهلا وسهلا. بأي غرفة قلت لي؟ لازم تكون هي. فضلي. أمي بنتي. أمي جيت يا روحي، جيت يا قلبي. لا تبكي لا تبكي يا حبيبتي، أنا عندك. شكراً أمي، الله يخلي لي إياكي يا قلبي. خلص خلص، حاجة تبكي بنتي. لا تبكي يا روحي يا حبيبة قلبي، لا تبكي. خلص لا تبكي بنتي يا روحي يا قلبي. خلص يا أمي لا تبكي. تعال نقعد هون شوي. خلينا نقعد تحت. تفضل. حاسة بشي؟ عم تتوجعي؟ شوية صغيرة. ايه اكيد رح يكون فيه. كيف هيك لحتى صار معك فجأة؟ كنت عم حس بمغص ببطني بس ما اهتم، وفجأة صار يوجعني كتير وهذا اللي صار. لا 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 لا، وأوس خاف كتير وجابني لهون فورا. قالوا المرارة متورمة وشالوا لي اياها. بس انت منيحة الحمد لله ووشك مفتح. ايه الحمد لله يا روحي يا عمري. بابا بيعرف أمي؟ بيعرف وما إجا؟ حمدي ربك إني إجيت. شو قال عني؟ ولا شي، لا تاخدي بحكيه. ما زعل علي؟ ما خاف علي بنوب أمي؟ يا روحي لا تزعلي وإنتي بهالحالة. ليلى ليلى بنتي حبيبتي. خلص خلص، هي أنا أجيت، ما بيكفي يا قلبي يا عمري.
هي كانت تشتكي من شيء من قبل. بعمرها ما اشتكت. يسلم. صحة وهنا. فجأة صار معها هيك ونحن كمان استغربنا. بسيطة علي العافية. يكتر خيرك لأنك جبت أمها. يسلموا. مسكيني لما سمعت انهاري بالأخير هي أم ما بتتحمل. بيا كمان بيكون زعل بس أنتو يا خيي كمان زعلتوا كتير. شو بيعمل؟ عيبنا من هالسيرة. لا تفتح الموضوع. كنت حابب أسألك عن شغلي. مرت شوكت أنت كنت بتعرف شيء؟ ويا ريتني ما عرفتها. شو هالمخلوقة؟ ما أنا منيحة مع حدا. الخانم هي يلي خبرت أهل ليلى أنه أنا وليلى كنا سوا. عم تمزح. هي ما لها شغلة غير خراب البيوت. أنت كنت متزوج وعندك عيلة. بجوز هي حبت تحمي ليلى. بالله شو؟ هالمخلوقة ما بتفكر غير بحالها. تقلب الدنيا فوقاني تحتاني كرمال مصلحتها. قل لي شو عملي معك كمان؟ أنا بسبب عشت أصعب أيام حياتي ويمكن أكثر. حلفتك بالله تحكي لي كل شيء. طيب ليش؟ اليوم شفت صورتها بالبيت والست خيرية شقتها دغري ودائماً عم تفتح سيرتها. بصراحة أنا صار عندي فضول. هالمرأة خطيرة وما ممكن تتصور قديش. لشو تطلقوا؟ لا تواخذني ماني نايم وتعبان خلقة وماني حابب احكي هلأ عن فتون وفور قلبي وأعصابي. تعالي يا روحي على مهلك على مهلك. ترجعتي يا قلبي؟ لا كمان شوي. يلا يا روحي. ايه تخنقتي انت ويامو؟ لا تسألي، حتى الرجال سمعنا واستحيت كتير. هذا اللي صار وبيكون فهم شو هي القصة. خلاص أنا مليت من طبعه وتصرفاته. شو كان بده مني ساوي له؟ الواحد بسن الشباب بيتحمل وبيصبر بس بعد ما يكبر ما بقى يتحمل. ليش إله حق أصلاً يتحكم؟ لا طبعاً ما إله حق يتحكم فينا. لا وفوق منها عم بيهدد لو رحتي ما بقى رح تشوفي وشي مرة تانية. شفتي بعينيك؟ كأنه عم يحكي مع بنت صغيرة. منيح اجيتي أمي، خليه ينتبه لحاله. هو وقت بيغلط ما حدا بيسترجي حاكي، بس نحنا بده يحاسبنا. هو نسي كل اللي عمله شوكات ورجع سانده ووقف جنبه كمان، وكمان نسي شو عملت نجلة وحضرته مسكة من إيده وجابه ورجعها على البيت وطلب مني سامحها. بس أنا ليش ما عم تسامحوني؟ أنا الوحيدة اللي ما بسوى من بين ولادكم. شو اللي عملته أنا؟ بس فهموني، ذنبي أنا أكبر من ذنب نجلة. شو ساويت؟ عم حاول رجع حياتي مع جوزي. وين الغلط؟ ولا نسيتوا أنكم جوزتوني إياه بالغصب؟ خلص خلص لا تعصبي حالك. هلا شو يعني أنا مو بنته؟ ما عم يقدر يتحمل يشوفني بلا ما يسامحني. مو مشكلة بس أنا كمان ما رح سامحه. لا تتعبي حالك ما بيسوى. إذا كان هو هيك بده أنا رح أعيش حياتي مثل ما بدي. شوكت شوف مين إجا. أبي أهلا وسهلا. يعطيكم العافية. نور المشروع بابا. أهلا وسهلا. استغفر الله. والله المفاجأة حلوة كتير. إن شاء الله ما عبعطلكم عن شغلكم. لا ولو بابا الله يسامح. نحن كنا بدنا نرتاح شوي. إجيت بوقتك عمي. عملونا كاس الشاي لك. معلم خضر دقيقة شوي. إجيتك. تفضل بابا. يسلموا ابني. معلمية قلت لك جاي. شو صار لكم؟ الله يرضى عليك. روح شوف شغلك بلا ما عطلكم. شوكات وانت كمان. انا بشتغل عنه خليه يقعد معك. يا الله والله ما بيصير هيك. بيصير بيصير. يلا شوكات ساوي له كاسة شاي لعمي علي. ساعتك واقف. يلا بسرعة. يلا فورا. شوفي
معلمين هدول كم وحده رح يكونوا؟ قلت لك 100 مره 15 وحده. حطهم هنيك هلا. وهدول كمان ايمون هون حطوهم هون. كل شيء ورا هنيك جيبوه لجوا. تفضل. يسلموا. وانت شو عم بتساوي؟ يلا يلا. وليش قعدت عندك؟ خلص تعودنا بابا. المطرح اللي بتوقف عليه فيك تقعد فيه. شوفي بابا. خير؟ في جوا شي محل نافي عندك؟ أنا حابب ضل هون معك إذا ما في مانع. منشوف بس. شو صاير بابا؟ طلعت من البيت وماني رجل. اتخانقت أنا وأمك. أنا بني آدم كمان، خلص بيكفي، ما بقى فيني أتحمل. شوفي أختك ليلى عاملة عملية، ما في شي بيخوف منه. أمولها المرارة وضعها منيح هلا، وراحت أمك لعندها. أنا كنت موصي حتى جنازتي ما تحضر، وقلت لأمك كذا مرة لا تشوفيها، ما ردت، عاندتني وراحت. يعني صحيح ما حدا بسمع كلمتي، بس يعني على القليلة تعمل حالها سمعتها. مو تكسر كلمتي وتوقف بوشي. ما عم تعمل لي قيمة شوكات، ما عم تحترمني. بيصير هيك بعد كل هالسنين؟ شو ولد هالاحترام؟ كان هذا آخر شي بتوقعه منها. ضايقتني كتير ومالي ناوي أرجع البيت منه. أنت هلأ معصب، حاول تروق بابا. هذا قراري. وشلون أبي؟ كيف رح تقعد هون؟ برد كتير، ما رح تقدر تتحمل الجو جوا أبداً. عم شغل الدفاية بالليل وعم سكر الشبابيك بالنايلون، والهواء عم يفوت من طرف ويطلع من الطرف الثاني، وبالمحرس مستحيل. عم نام بالبناية وبرد كتير، ما بتصور رح تقدر تتحمل بابا. مو مشكلة، بدي أدبر حالي معكم. يعني حتى لحف ما في؟ عم بقول لك مو مشكلة ابني، مثل ما أنت متحمل أنا بتحمل. بسيطة، اشرب شاي نحكي فيها بعدين، لأنه وصلت المواد بدي أقوم شوف. شوفي شو هالقصة هي، أمي وأبي تاركين بعض. وقتك هلأ القصة عن جد. صحة وهنا. يسلموا. يلا يا أمي. مالي نفس. هيك ما بيصير. يلا لشوف، لازم تاكلي مشان يصير فيكي حيل. يلا كرمالي. ايه والله مو شعبالي. انت كليون على 100 مهلة، بدك تاكليون لو بالغصب. معلش. لكان هو اللي جابك. ليش مين في غيره؟ لو تشوفيه كان رح يموت من الخوف، وضل طول الليل ما نام سهران جنبي. اكيد لازم يوقف، واليوم ما رح يروح على شغله كمان. طيب كيف شغله؟ منيح؟ ماشي الحال. على القليل بلكي بيريحك. مريحني؟ لا تاكلي هم. كلي روحي، يلا كلي. كاسة تانية؟ لا لا، حاجة. بالإذن. أهلين وسهلين. عن إذنك دقيقة، إيش شو صار بعدين؟
أهلين سيد مجيد. لا تواخذني، عم ازعجك. لا ولو، تفضل. بالأول كيفك وكيف صحتك؟ تمام إن شاء الله مبسوط. منيح، تسلم. أنا بدي أسألك عن شغلة بس بيناتنا، الله يخليك. ايه أكيد، تفضل. لا تفهمني غلط، بس أنا عم بحكي من باب المونة مثل ما بتعرف. هلق أنا والست فتون عم نشتغل مع بعض. ايه وأنا ما بعرف شي عنها، يعني كيف طريقتها بالشغل من جهة ومن جهة شغلات تانية ضروري نعرفها، مو هيك؟ لازم الواحد يعرف مع مين عم يشتغل. الحقيقة أنه فتون خانم موضع ثقة يا سيد مجيد. بالله. وهي كمان ست عملية وشاطرة وبتعرف شغلة منيح، ومن الناحية الشخصية هي صديقة عزيزة كتير علي، وهذا كل شي فيني أقوله. وهي كمان مهمة، معلوم أي شيء بينعكس على الشغل. هي مرقت بظروف قاسية كتير بحياتها وانظلمت كتير. شو صار بينها وبين جوزها دخلك؟ ليش انفصلوا؟ هي ما توفقت كتير بزواجها وكان كله خسارة بخسارة، بس مع هالشي عرفت كيف توقف على رجليها. فتون قوية كتير وما بتخلي شي يوقف بطريقة، وأنا شخصيا بحترمها كتير. روح يسلم تمك على هالحكي، ريحت قلبي كتير. تعرف أنا ترددت شوي، بس منيح أني اتفقت على الشغل أنا والست فتون، ما هيك بالله؟ والله كل شي سمعته عنا منيح. أنا بكفل فتون خانم بكل شي. الله يحييك، بس أنت وعدني هلأ ما تخبر حدا، إذا سمعت أني عم أسأل عنا بجوز تزعل مني بعدين. ما تحكي كلام، ما رح أحكي ولا كلمة. تسلم لي يا روحي، يلا ما رح أطلق، بشوفك. تفضل لعندي، نتبارك فيك. ها ماشي، بتشرف والله. بانتظارك، يلا مع السلامة. الله معك. دخيلك يا الله، ما حدا عم بيرد على التليفون. بنوب الظاهر أبوكي ماله بالبيت، عائشة رح تضل تستنى. ليش هو بيفكر غير بحاله؟ ليش عائشة ما معها مفتاح؟ لا، أحسن شيء اتصل ابنها. يا الله نهى مو بالبيت. شو هالحسهات؟ البنت رح تضل بالشارع. استني بلكي بيرجع أبي شوي تانية. وإذا ما رجع أحسن شي اتصل بشو اسمها؟ نجلة. ما شو أعمل، ما في حل تاني، خليها تروح وتشوف أختها. الو، وينك انت بالجامعه شي؟ لا هلا طلعت راجع. من وين عم تحكي؟ طلع رقم غريب. انا برات البيت. وين؟ بلا ما تعرفي، مفتاح بيتنا لساته معك. ايه خير. شوفي ابوكي مو بالبيت وانا رح اتاخر شوي، روحي بسرعه واستني عائشه. ماما انا عندي شغل. بنتي انت طلعتي من الجامعه، شو الشغل اللي عندك؟ انا مع سهى هلا وعم نقي قماش فستان العرس لخالي نهى. ايه خلص ماشي فهمت. لا تعصبي، خلص بروحي. استعجلي، ما بقى الا تصل على البيت. ماشي. وينك انت؟ بالمستشفى، ليلى عامله عمليه، كان في بحث بمرارتها واستأصلوها. يلا انت روحي ركض على البيت. لشو خبرتي الخانم؟ ما له لزوم.
هي سألت وين أنا، شو بدك إلا؟ قولي أي شيء. لشو لحتى تعرف أمي؟ إيه لا، رح تجننوني أنتو. لا تجوا علي كلكن دفعة واحدة. فينا ندخل؟ تفضل. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ما شاء الله عليك، وجهك منور. تسلم. كم قطب الجرح؟ ما في قطب، سووا لها اياها تنظير. حلو. مرت خيي، الحمد لله. تفرجي تفرجي على ليلى، ولا كأنها مرضاني. الحمد لله. روحي، اتصل سامي ولازم روح شوفه ضروري لأنه في شغل مهم. بقدر روح؟ ايه روح. لا تاكل همي، أمي هون. حتى لا ترجع، روح نام بالبيت. ما بصير روحي. أنت ما نمت مبارح. عن جد والله، أمي رح تبقى معي. أمي رح تبقي معي ما؟ بنتي، هو أختك شو بدي يصير فيها؟ لا، بقعد شوي وبعدين بروح. الله يخليكي ضلي. طالما أجيتي لا تكسري بخاطر البنت. لو سمحتي، لا تتركيني. طيب. شكراً. أنت روح على البيت، وتعا بكرة لتخرجني. ديري بالك على حالك، إيه؟ لا تأكل هم، أمي هون معي. وأنا كمان رح روح، خليني أمرق على شغلي. يلا، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب، عذبناك معنا كثير. استغفر الله يا مرت خيي، شو هالحكي؟ لا تحكي هيك، عن جد بزعق. نحن صرنا هلق عيلة وحدي، وإذا ما وقفت معكم مع مين رح وقف أنا؟ الله يسلمك ويخليك. يلا لشوف يا حلوي، ديري بالك على حالك. ها، شكرا لك على كل شيء. ولو العفو، بخاطركي. بخاطري. يلا كلي أكلك، بيكون برد. الله يلا معكم. بالإذن. بخاطرك يا خانم، ألف مبروك. مع السلامة، بتشكركم. كل شي رح يكون جاهز أول الأسبوع. يعطيك العافية. رجاءً لا تزعجي حالك. شو رايحين؟ بخاطرك يمان بيك. الله معكم. بخاطرك أستاذ يمان. ما شاء الله الزباين بلشوا يجوا على شركتنا. مزبوط. على القليلة خليني أعرف البسمة عن طريقهم. لكان اسمعي الخبرية بركي بتضحكك شوي. لا الله يخليك. قبل شوي اتصل سيد مجيد. شو كان عم يشتكي مني؟ بعرف هو زعلان كتير. سألني عن العلاقة بينك وبين شوكت، وسألني عن وضعك كمان. ذكر اسم شوكت؟ لا لا أبدا، ما ذكره بالاسم منوب، بس أسئلته كانت عنه. الله الله، والله شغلة غريبة إنه يستمر بالتحقيق بعد ما سمع جواب الرفض. معناتها عارف مين بكون أنا. ما بعرف أصلاً. غريب إنه ما يعرف شيء، هو عايش في بيتهم. إذا هيك الوضع، الله بيعلم شو بيكونوا معبين راسه عني. بس أنا ما أقصر بحقك. بعرفك ما بتقصر، بس يلي بيكون سمعه بكفي. دخيلك هيك أحسن، معناها هلأ بكون تخلصت منه نهائيا، وكمان ما بقى رح يطلبني للزواج. قلت لك رح ضحكك، بس انتي شوي تاني رح تبكي. يلا بخاطرك، أنا طالع بعد شوي. ماشي.